وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك معنا. طبعا تابعنا أرقام التضخم يوم أمس التي أتت مخيبة نوعا ما، فهل السوق برأيك بالغ بتسعير تخفيض الفائدة بهذا الشكل السريع والقريب؟ يعني كان هناك نوع من خلينا نقول التفاؤل بانه الفيدرال الامريكي سيخفف من الهوكش تون او من اللهجه التشدديه بشكل كبير جدا في وقت قريب، وذلك تخوفات كانت بناء على تراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي متوقع. البيانات الاقتصادية حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر أي تراجع بشكل واضح في النمو أو في القطاعات الرئيسية. نحن شفنا ISM Manufacturing يظهر قراءات جيدة فوق مستوى 52، سوق العمل بأداء إيجابي جدا. التضخم بقراءة التي صدرت يوم أمس خلينا نقول انه يظهر انه لساته ستيكي، يعني لسه بطيء ضعيف لا يتجاوب كما ينبغي مع الفيدرال الامريكي، وبالتالي ذلك قد يطيل امد بقاء اسعار الفائده لابعد من النصف الاول من العام القادم. يعني كان ما كانت التوقعات تشير انه ممكن ماي او جون يكون. نعم هون رائد بدي اسالك انه عم نشوف الان في تباين بتوقعات خفض الفائده لعام 2024 بعد صدور ارقام التضخم يوم امس، وايضا بعد تقرير العمل الاسبوع الماضي الذي اتى قوي، فما هي توقعاتك لاسعار الفائده العام المقبل؟ يعني أعتقد عملية التقليص بأسعار الفائدة ودفعها أكثر إلى مستويات 5% من مستويات الحالية، ربما التخلي عن 25 نقطة أساس اللي موجودة حاليا، قد تكون في الربع الثالث من العام القادم مناسبة أكثر للفدرال الأمريكي. ذلك قد يعني قد أنه تمكن من ضغط التضخم إلى ما دون مستويات 3% بشكل جيد وقريبا من مستويات 2% دون الحاجة حقيقة إلى أن يكون هناك أي ضرر في الاقتصاد الأمريكي. بالتالي التسرع في عملية تقليص أسعار الفائدة ربما تسبب خروج التضخم مرة أخرى عن السيطرة في ظل الظروف اللي يعني خلينا نقول الموجودة حاليا. لا تزال هناك قلق فيما يتعلق بالطلب العالمي، لا يزال هناك ضغوطات بالسوق النفط، في عندنا مخاوف توترات جيوسياسية. الخروج الآن من عملية السياسة النقدية المتشددة وأسعار الفائدة المرتفعة إلى سياسة أكثر تسهيلا قد يخرج التضخم عن السيطرة مرة أخرى، وهنا تكون العملية إعادة التضخم للضبط أسرع. لذلك الفيدرالي متمهل هو ديتا، يعني خلينا نقول معتمد أكثر على البيانات التي تصدر بشكل متتالي سواء كان في سوق العمل أو سوق التضخم حتى يكون أكثر حذرا فيما يتعلق ب. طب رائد في ظل كل هذه المعطيات أنت بتتوقع ركود اقتصادي العام المقبل أم تتوقع يكون في soft landing؟ يعني صعب جدا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بالمفردات اللي نحن موجودة حاليا أمامنا أنه نتوقع أنه يكون في عنا ركود. soft landing هو الأكثر يعني خلينا نقول يعني منطقية للحدوث في الفترة القادمة إذا ما كان الفيدرال الأمريكي أيضا متوازن في خطواته القادمة نحو تسهيل السياسة النقدية. حتى الآن نحن البيانات اللي عم تجيني سواء كان سوق العمل سوق التضخم، ربما الضغط الأكبر كان موجود على سوق السندات، شفنا أيضا انخفاض في عوائد السندات، تحسن في أسواق السندات إجمالا في الأسبوعين الماضيات أو خلال الثلاث أسابيع الماضية، ساهمت نوعا ما في إزاحة القلق من قطاع البنوك وقطاع الأسواق. طب رائد بشكل سريع، ما الذي سيتغير برأيك اليوم بتوقعات الفيدرالي الأمريكي مقارنة بتوقعاته اللي شفناها بشهر سبتمبر؟ خليني أكون كثير واضح، ربما يكون هناك تقريب عن سبتمبر projections أو التوقعات التي كانت في اجتماع سبتمبر، تقريب لموعد تشديد السياسة النقدية، ولكن أعتقد جيروم باول
سوف يكون حازم في موضوع كل هذه التفاؤلات الموجودة في السوق، سيبقي على لهجة تشددية مرتبطة بالبيانات الاقتصادية بشكل أكثر، وخصوصا أنه يعني الفيدرالي مرتاح بالمقارنة مع البنوك المركزية الأخرى في عملية تهاونه بإبقاء سياسة متشددة لفترة أطول من باقي الاقتصادات دون ضرر فعليا للاقتصاد. ممكن نشوف البيانات تظهر أنه الفيدرالي يتوقع تشديد تقليص الأسعار الفائدة في موعد أقرب من الاجتماع شهر سبتمبر الذي كان متوقع. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.